عملوا هذا الانفوجراف وازاي عملنا خطة ترشيد في قطاع الكهرباء واستفدنا ازاي من هذا الترشيد الى تحويله الى تصديره وبالتالي عائد علينا بالدولار، وازاي واجهنا مسألة ما بقاش عندي انقطاع للكهرباء والمحطات اللي تحولت من مازوت من غاز الى مازوت النهارده بدأت تشتغل ازاي، وايضا انتاجها قد ايه. هو طبعا زي ما حضرتك اشرت، هو الاهتمام بتاعنا كان اول حاجه توفير كل الطاقه الكهربيه للداخل لكل احتياجات الداخل، ده نمره واحد. كمان في نفس الوقت بقى الحمد لله عندنا الحفاظ على الاحتياطي، الاحتياطي نقول المهم جدا والاستراتيجي بالنسبه لانتاج الطاقه الكهربيه، علشان دوت بيساعدنا في الاتي. اول حاجه الاعتماد على الوحدات ذات الكفاءة الأعلى. وعايز أقول لحضرتك إن الفترة اللي فاتت والطفرة الكبيرة اللي تمت في الكهرباء ده ساعدتنا في إن إحنا المحطات اللي هي الوحدات اللي كانت متقدمة واللي كانت عمرها الافتراضي واستهلاكها للوقود كبير، بدأنا يعني نديها نحطها في خطة للاستغناء عنها. وكمان في نفس الوقت في المقابل بقى عندنا محطات كفاءتها عاليه جدا زي ثلاث محطات بتاع سيمنز، الوحدات اللي هي ذات الدور المركبه اللي بتعطي طاقه اضافيه بدون وقود اضافي، ودي مهمه جدا. ويمكن الجزئيه الاضافيه اللي حضرتك اشرت اليها الخاصه بالاعتماد او زياده نسبه المازوت على نسبة الغاز الطبيعي المستخدم. طب هل ده معنى كده ان احنا ما بنستخدمش غاز؟ لا، بنستخدم غاز. بس قللنا النسبة اللي موجودة بتاعت الغاز واستبدلناها بجزء من المازوت، خاصة ان اول حاجة احنا عندنا الوحدات بتاعتنا في جزء مش قليل منها يقدر يشتغل بالغاز وبالمازوت. وكمان في نفس الوقت بقت في عدد كبير من الوحدات ذات الدورات المركبة زي ما احنا قلنا تقدر تستنتج طاقة كهربية إضافية بدون طاقة أو وقود إضافي. دي حاجة. الحاجة الثانية الجزء الخاص، فبالتالي بقينا نستخدم بقى مازوت يعني بدل جزء من الغاز الطبيعي. الحاجة الثانية الجزء الخاص بالوحدات. دكتور أيمن، حضرتك قلت على في بعض الوحدات تقدمت وبالتالي هن هن يعني هن يعني هت يبدأ نحط خطة علشان خطة إحلال. أيوه، عندنا كم محطة؟ يعني هو طبعا احنا لسه في يعني هي في جزء تقريبا في حدود تقريبا يعني 5 جيجا من الوحدات ديت. يعني هو طبعا احنا مش كلها بنحولها مره واحده. هي في عدد من المحطات خلاص تقدمت وبقت العمر الافتراضي بتاعها بقى متهالك. وعايز اقول لحضرتك يمكن في جزء خاص او متصل بجزئيه مهمه جدا ان احنا استبدال هذه المحطات بمحطات بالطاقه المتجدده للرياح. وبالتالي يبقى فيها اكثر من استفاده. اول حاجه ان احنا فعلا بنؤكد على اهتمامنا بالتحول من النظام الاحفوري الى النظام الطاقه المتجدده. كمان في نفس الوقت ان احنا ما كانش ممكن يحصل الكلام ده استاذ احمد واحنا عندنا عجز او احنا ما عندناش الوفره وعندنا الاحتياطي وعندنا الوحدات اللي كفاءتها عاليه. كل الحاجات دي كلها هتبقى صعبه. عايز اقول لحضرتك يعني الصوره من الواقع اللي هو المظلم، كنا بنشغل محطات الطاقه الكهربيه اللي كانت متهالكه وان كانت بتحتاج احيانا صيانه وما نقدرش نطلعها من الخدمه نظرا لان احنا محتاجين. ده امتى الكلام ده؟ ده من 2008 وطالع يعني لغايه 2014. وكانت القصه ديت كانت مشكله كبيره جدا لان مضطر انك تشغل الوحدات عايزه تطلع صيانه، مفيش امكانيه انك تطلعها صيانه لان انت ما عندكش انتاج. استهلاكها للوقود كبير. محتاج ان انت تطلعها علشان الصيانه دي هتقلل الاستهلاك بتاعها، ما تقدرش لان انت محتاج طاقه كهربيه وما عندكش الاحتياط اللي ده، بالعكس انت عندك عجز. فالمقابل بتاعها الجزء اللي احنا بنشوفه دلوقتي بقى.